اشرف جي اشرف جي اوجي با وروح اوجي اشرف صورنا ومشي اوجي صح فطوركم. حلقة اليوم مع الفنان حمزة بليبلو. تعالوا تفرجوا شندرنا فيه وكيف امتحناه. تمشوش بعيد. الحمد لله. جاهز بالله الله يحفظك دير حركات اكيد بالك حاجه حلوه السنه ان شاء الله والله ان شاء الله رب عليك صح سمح يا باشا سمح امور طيبه ماشي يا سيدي يا باشا ها؟ يا الله شنو؟ مضبوطة باهي ما شاء الله خير شنو مرة؟ منو منو؟ والله واحد يكفريك والله في بلد هنا والله نقول إن شاء الله يا نرتق شوية إن شاء الله بني الليبي إن شاء الله أمزة مرحبا 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 همزة مرحبتين كيف حالك؟ تمام والله مش عربي مش عربي لا كيف حالك همزة؟ مرحبتين كيف حالك؟ شنو حالك؟ الحمد لله سمورة. كيف حالك؟ تمام والله تفضل كيف حالك همزة؟ تمام والله الحمد لله كيف حال الصحة؟ كويس كيف حال العائلة؟ بنعمة والحمد لله كيف حال الأولاد؟ كويسين والله أنا سعيد برؤيتك أنا أسعد والله كيف حال الأعمال وال والله تمام الحمد لله دراما 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 إن شاء الله في نخدم جهازك إن شاء الله كويس كويس أنت ممثل جميل شكرا أنت مستعجل؟ لا ليش مستعجل؟ أراك متضايق؟ لا 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 بالعكس أنت الناس التي أحبها شكرا شكرا أنا منتج سينمائي أفلام سينمائية جميل أنتجت قبل حوالي من حوالي 20 سنة أكثر من 38 فيلم ما شاء الله سينمائي تحدثت عن كثير من البلدان والدول هذه المره نريد ان نتحدث عن ليبيا عن ليبيا جميل. في فيلم سينمائي اخترنا بعض الشخصيات من هذه الشخصيات الليبيه هو انت جميل همزه بليبلو بليبلو بليبلو, بليبلو. بليبلو.
نريد أن نتحدث في العمل. عشان يحكي هو العمل الليبيين يعني. سأقول لك ذلك. نحن في صدد أن نسرد قصة قديمة من زمان، ممكن لم ترها أنت. أنا أحكي عن بعض الأجداد القدامى عموما. هذه القصة فيها العديد من الشخصيات، منها ليبيين ومنها غير ليبيين. أنت بعد رمضان ما فيش شغل صح؟ لا ما فيش شغل، ما فيش شوية كي نخلص راحة بدي نبدأ في شغل آخر. لكن القصة هي بروحها بتاع الفيلم أو خلي واحدة أنا جاي في. أنت بعد رمضان ما فيش شغل؟ لا ما فيش شغل. لو مثلا احتاج الموضوع لسفر عادي؟ لا ما فيش مشكلة عادي. كويس أخي همزة، أكون معك. هذا قصة الفيلم تتحدث عن فئة معينة في يوم من الأيام كانت تعيش في بلد آخر، نحن لن نقول بالاسم في ليبيا، سنكون من بلد آخر. هذه الفئة تم طردها من ليبيا، من البلد الآخر، من بلد آخر. تمام. طردها لأسباب لا يعلمها أحد. أنت ستكون أب لطفلين في الفيلم، تم طردك وبقى الطفلين عند رجل آخر. ذهب الرجل. شنو شاء الله عجبتك الفكرة؟ شكرا. ده مزاج قاعدين نسمعه. الطفلين تم عند رجل آخر وهو ذهب إلى بلد آخر وتشتتت العائلة. تمام. فأنت والدتهم متوفية، بمعنى أنت ستبحث عن أبنائك، فتريد أن ترجع لهذا البلد الذي طردت منه. اللي هو أي بلد؟ البلد الآخر. تمام. نحن لا نريد. مش مذكور يعني في الفيلم أي بلد؟ لا ما زال. أنا نحكي لك مبدئيا. هو تول البلاد اللي انطردوا منهم. أنت اشرب قهوتك وبعد ذلك نتحدث. لا 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 نحن في نحن لا نتحدث أثناء شرب القهوة. لا 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 أخي، لا لا أرجوك، هنا مكان ليس لي. بس نكمل قصدي. ممكن أنت تفضل. خلاص تفضل. خلاص خلاص. صحة سلمى. ما يرفع. البلاد اللي طلعوا منها. كويس. أنت سترجع لهذه البلد، ستبحث عنهم بشخصية جديدة. جميل. هي شخصية ليبية. أنت وكأنك ستعيش كأنك تعال كأنك ليبي. مثلا نقول كذا. يعني هو مش ليبي يعني. هو ليس بليبي. هو من أي بلد؟ لا حمزة 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 ركز يا حمزة. شوف أنا أحكي معك، هذه قصة جدي. أنا الطفل الذي كنت ضائع. جدك ليبي؟ لا. طيب كيف؟ هو ليبي وليس ليبي. جدك منين أنت بس؟ ركز يا ابني. أنت لا إله إلا الله. أنت ما تدوخنيش معك. أنت تو تقول لي قصة جدي وبعدين طلعت لي أن الليبيين وديانة واحدة أخرى، ف ما تلف شكي ودور قصدينا. أنت ستكون معنا، ممكن نأخذ صور قبل ذلك. سراج عليش أنسنا أخي همزة.
نتفقوا نتفقوا وبعدين لحقوا عليه نصور ونصوروا نعم سراج خذ لنا صور اين حبيبي ام افاف ربنا يسون ان شاء الله مشكور اخي حمزه مشكور يا باشا نور سراج والله شكرا اخي سراج شكرا اخي ساكل معك واضح نحن بعد هذه الصور سراج ممكن ان الصور تنزل في المجموعه الخاصه بالجماعه الشباب انزلها اكتب ان الفنان ليبي حمزه بليبلو حمزه بليبلو قد وافق يا حمزه نحن سنكون في فيلم يهودي جديد نحن تشرفنا بوجودك معنا فيلم يهودي كيف تصوير معنا وبارك فيك الرب فيلم يهودي كيف نعم فيلم يهودي كيف يهودي استاذ نزلت تو ما يقارب عن 30 لايك تو جميل كلام ان الفنان حمزه يحييكم تمام شكرا احضر كله يا حمزه انت ستندم انت لا تعرف ماذا تفعل كيف؟ أنا أضيعك أضيعني كيف؟ أنا 20 كيلو في 10 أيام أقضي عليهم عندك تقضي على مانا؟ عليك أنت تقضي علي كيف؟ تقضي علي كيف؟ حمزة عيب مرين تقضي علي يا سراج يا سراج حمزة تقضي سراج أعرف ما تاخد شيء أنت انت الفكره كيف خلاص يا حمزه الكاميرا خفيه كاميرا خفيه شوف خالك يا حمزه فخد ما طبعا اليوم كان معنا واك كان معنا الفنان حمزه بليبلو تحكي الكبر هذا ولا بالظبط انا دايخ انا انت بحث فيا كان معنا الفنان المحترم الراقي الاستاذ حمزه بليبلو في حلقه حاولنا نستفزوه فيها وجناه على وتر قالوا لنا ممكن ما يتحملاش لكن فعلا طلع ما يتحملاش لدرجه اني قعدت نتحمل في هلبة قويه تعرف والله لا ندوخني خوي حمزه شو تقول اخوتك كلبين في الشهر المبارك نقول لهم كل عام وانتم بألف خير وما يغرن كامش لا فلوس ولا سيارات ولا شقق كيف ما حكى الإسرائيلي هذا إن شاء الله ديما ملتمين على الخير وإن شاء الله ديما ليبيا واحدة وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله ربي يحفظك يا حمزة وكل سنة طيب وانت طيب وإحنا إن شاء الله بإذن الله نشاهد أعمالك في هالشهر المبارك إن شاء الله وإن شاء الله موفق إن شاء الله وسامحني ولا سامحنا هذا برنامج إذا أنت مسلم ما نسامح أخوك هذا برنامج اسمه أشرف باع وروح وروح باع وروح باع وروح كل سنة طيبين